العريضة لبرنامج حزبه خلال الرئاسية القادمة، كما جدد سفيان جلالي تأكيده الترشح للاستحقاقات القادمة. فبرنامج لرئاسيات دائما يعني يكون صعب، لأنه كيفاش نحل العقد داخل المجتمع عندما كاين أزمات، كيفاش نحاول ندمج ونخلق الوحدة الوطنية في التفكير وكذلك في السلوك. في سفيان أنه سينسحب من السباق إذا ما ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة الرابعة. جلالي سفيان انتقد تصريحات الوزير الأول عبد الملك سلال عندما وصف مطلب المعارضة بهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات بغير المبرر. إلى رئيس بوتفليقة يتقدم يعني أن الأمر حسم وأن كل إمكانيات على الإدارة والدولة تكون في صالح هذا الرئيس، احنا هذاك الوقت متهم ما ندخلش للانتخابات، وأنا ما نقبلش نكون يعني عنصر لفبركة انتخابات غير شفافة وغير نزيهة. ولا رئيس الجمهورية ما يدخلش لعهدة رابعة، المعادلة تتغير وربما فيها ضمانات سياسية هذاك الوقت اللي لازم النظام يتقدم بها باش تكون انتخابات نزيهة. طالب لا للعهدة الرابعة، قال لك نتفقوا على لجنة تكون مستقلة، وهي يعني لو كانت تكون مستقلة السيد ما يتقدمش. مجموعة 15 في اجتماع اليوم تقلصت إلى 9 أحزاب وسط حديث عن تشتتها هي أصلا، ليتقاطع عملها مع مجموعة 20 التي تضم هي الأخرى مترشحين أحرار ومتحزبين. لا، لحد الآن لم تنسحب الأحزاب، ما زالت رسمية معنا، الأحزاب التي كانت معنا لا تزال معنا، ولكن نحن اليوم الأبواب مفتوحة بالنسبة لكل الأحزاب. وبعيدا عن تعداد المجموعات ومزادها، يجدر التساؤل عن دور هذه الأحزاب والتجمعات التي تقول أنها معارضة، وما مدى التجاوب الشعبي معها ومع مطالبها حتى من جهة السلطة التي ضربت كل مقترحاتها عرض الحائط، وهي التي طالبت بسحب التحضير للانتخابات منها وعدم إشراك القضاء فيما سمته تزويرا للانتخابات، إلا أنه تبين أن لا أحد يصغي لها أصلا حتى يستجيب لها.